تعالي نشوف احمد نور بيعمل ايه. الملايه الملايه المرياله المرياله هتاكل مني حته. صاحبي يا صاحبي ايه ده؟ لا انت في المطبخ برضو؟ لا 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 استحاله استحاله. عادي بقى هتاكل مني حته صح؟ هتاكل مني حته. والله يا صاحبي دماغي هفتني على القهوه دخلت اعملها. ينفع يا صاحبي؟ اخوك موجود. تعال اقول لك بتتعمل ازاي يا صاحبي. صدفه حلوه والله يا صاحبي. تخيل ان المطبخ هو اللي يجمعنا وانت في بلد وانا في بلد يا صاحبي. عندك دي؟ ركز معايا بقى عشان اوريك القهوه بتتعمل ازاي. ما ينفعش صاحبي واخويا ما ينفعش ما يعرفش يعمل قهوه. حشومه حشومه عليا. انها الكنكه. صافي اوكي. استنى نشوف الخطوه الجايه. يا رب الاقي البن. استنى البن يا صاحبي. المريالة هتاكل مني حتة. بفكر اروح فرح بيها كده يا احمد. ماشي معاك اهو. انت معايا طيب؟ انه البن. معلقتين بن يا صاحبي. ها معلقتين بن كده. خلصنا اهم حاجة دي. خد طيب خد خد الحتة دي. احمد نسيت السكر. والله شفت 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 ايه اللي فكرتني بالسكر. لا يا صاحبي انا بشربها زياده يا صاحبي. وبعدين انت لما تفكر تشربها زياده قول لي احط لك صباعي في الكوبايه. خلاص بقت زياده. انا هرج مش عارف انا متقمص دور المريله ليه. مش عارف فيه ايه. كلنا ستيت. مش هخرج من الدار. انا بقول لك اهو انا جالس في الدار بالمريلة. انا من يوم التلاتة قاعد بعد. طب ينفع؟ تخيل انا بقى لو كنت لسه في مصر بقى. عادي بقى يا عم احمد. قول لي بس عملت ايه الصبح كده لما صحيت؟ قول لي روتينك اليومي مشي ازاي؟ استنى قبل ما تحكي لي روتينك. قبل ما هنجيب حبه ميه يا احمد وهنقلب السكر والبن عشان ما يطفحوش لفوق. كمل بقى روتينك. عملت ايه يا احمد؟ بتغسل؟ ما شاء الله تبارك الله الله اكبر. اتغيرت يا صاحبي صح؟ وايه كمان يا صاحبي؟ بس كده شربت العصير. اعطيه العصير. جودو غنج. شربت جودو غنج. هي بتتقال كده؟ انا غلطان صح؟ جودو غنج. يلا حصل خير. انت مركز في كيف تعمل كوبايه قهوه؟ لا ما انت تركز معايا برضه عشان لو حبيت تعملها الصبح ولا حاجه. بس هقول لك على حاجه كده احسن. كده احسن يا عم احمد. اللي احنا فيه ده احسن. مش احسن ما الله اعلم ممكن نقعد بعد كده ولا لا. فنلم يا ريت نلم نفسنا شويه يعني. بس وانت عارف احنا كعرب عامه بنحب حاجه اسمها الاستهتار. بس ما ينفعش. اقعد في بيتك وما تحدفش الناس بالطول. مش عارف ده مثل ده عندنا. انت قلتها ازاي؟ يومك عامل ايه؟
والله يا صاحبي بصحى الصبح بشوف عندي غسيل ولا لا. مفيش غسيل، بعمل السبورت بتاعي على السطح فوق. بص بتبهدل يا احمد، بتبهدل جدا، بتبهدل انا كل يوم. الف التراك، الف التراك، تقول لي فين التراك، اقول لك التراك اللي فوق السطح ده، فوق السطح بلف حوالين السوق. ما بقدرش ما بقدرش. بس وبعد كده باخد الجودو غونج ديالي والبريكفاست. باخد البريكفاست بتاعي من عند الشبراوي، عارفه بتاع المرغالي ده. يا اختي خلاص انا فرقتها. يا نهار اسود يا حبيبي، فرقتها. احمد في تدك القهوه كامله كده، طيحتيها. مش مشكله هي احمد خلص الشاي بتاعه وانت لسه. انت خلصت؟ لا مع القهوه غير الشاي. قول لها حاجه احمد سهلوك يشرب. يا صاحبي انا هبقى معاك، انا بس هخلي القهوه كده وابقى معاك. مفيش اي جديد؟ نونيو نونيو. احنا نخلي ايه بقى القهوه ايه تولع هنا؟ كل شيء علبه الزاره. الله صاحبني، صاحبني والله يا صاحبي، وحشني بالزاف بالزاف، اقسم بالله. الزوز عامل ايه؟ سلم لي على الزوز كتير. الزوز بيسلم عليك جدا وبيقول لك ناوي تيجي امتى. والله يا صاحبي ادينا بنحاول اهو، ربنا يسهلها بس وتعدي على خير، وان شاء الله اشوفك على خير قريب يعني. بس انت ليش عايش يا لا بص المرياله غيرتني، بفكر انزل اتسخر بيها يا احمد. لا حلوه، اعمل بيها فوتو سيشن. اعمل بيها ايه؟ اعمل بيها فوتو سيشن. فوتو سيشن؟ الله يبارك لك يا احمد، هنزل اتسخر بيها يا احمد. فاكر فتح يا ورده قفل يا ورده وهنا ورده؟ احنا كمان عندنا كده. ايه ده عندكم فتح؟ ولكن بطريقه ثانيه. عايز اقول لك ان انا مبسوط بان انت كلمتني بقالي كام يوم كده، مش حلو طبعا انت عارف عشان الاوضاع اللي ماشيه اليومين دول. ربك يعديه على خير، ما كلنا كده يا قشطه يا احمد، بس هو اهم حاجه ان احنا نقعد في البيت. بس هو اللي قصده احنا يعني يعني بص يا احمد، يعني اقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه، انا وانت ممكن نكون في بلد واحده وما نعرفش نقعد، هو طبعا ما نعرفش نقعد مع بعض، بس في وسيله ممكن نخلينا نقعد نتكلم ونضحك ونعمل كل اللي احنا ممكن نخرج عبر التواصل الاجتماعي. عبر الفيسبوك. المرياله غيرتني، المرياله غيرتني. اقلعها صاحبي ولا لايقه؟ انها لايقه؟ بس نرجع لمرجوعنا، خليك في البيت، خليك في البيت، خليكوا في البيت، ابوس ايديكوا، خليكوا في البيت. ما حد هي دي يا صاحبي. قال ايه؟ ما حد قولها تاني يا احمد. ما نعرفش ان احنا بنصوره اصلا. قولها يا احمد، قولها. ما حدش يحط ايده على وشه. الله يسلمك يا صاحبي، ما انا كنت لسه بكلمهم دلوقتي بقول لهم اصبروا والدنيا هتعدي. ما معرفش ان انا يا رب. ايه؟ خلاص يا احمد انت هتشحت، خلاص في ايه يا احمد؟ في ايه يا احمد مالك يا احمد؟ في ايه يا احمد؟ ما احنا لبسنا المرياله يا احمد وما اتكلمناش اهو يا احمد. هو زهقان عشان قاعد لوحده. انا رجعت تاني. احمد رجالك. استنى كده. معلش اصل انا نسيت السجاجيد على الحبل. سيبو سيبو. التي. التي. ايه؟ ايش كنت دير؟ والله ما بسول.
انا بتكلم غلط صح؟ انا حاسس بكده، مش عارف دخلت خليجي مع مغربي، مش عارف. اه صاحبي ايام يا صاحبي ايام، مفيش ام ركنة هنا. خليها يا صاحبي، خليها مركون بالظبط كده، مش احسن ما بتخش تفول ب 500 وب 600؟ القهوه فارت مش في حد عندكم مش هيتجوز، القهوه فارت. لا واتحرقت ايه يا صاحبي؟ انا نسيتها يا صاحبي، شفت نسيت يا صاحبي. الصحبيه في دمي يا صاحبي، الصحبيه في دمي. لا كده هشربها كده يا صاحبي، استنى نشوف بس. هوبا هوبا، والنمه هتيجي تنفخنا. هوبا بس هي نظيفه، كان مكانها قهوه. نغسل الايد مزيان حتى قبل ما تنام، تغسل بقك واسنانك يا قذر. يخرب بيت ضحكتك. انت عارف يا احمد، انا كل لما امسك الموبايل في فيديو، لما كنا في الغردقه وكنا بنعمل فيديو انا وانت اللي هو بتاع ارجع يا مجنون وعليك ضحكه يا احمد، انا بسمع ايوه هي دي. دهب مش هينفع والله، الطلعه الجايه دهب. ايه الطلعه الجايه لينا؟ دهب ان شاء الله. لازم دهب لازم يا صاحبي، بس يفتحوا بس الطيران، ربك يسهلها بقى. اول ما يفتحوا اسافر على طول، اشوف اللي ورايا بقى. بس كده انت عارف الحوار اللي حصل ده ليك مصلحة ومش مصلحة في نفس الوقت، وعليهم برضو يعني. ربك يسهلها يعني، ربك يسهلها يا صاحبي. فرصة سعيدة جدا ان احنا، يعني انا مش عارف اقول لك ايه والله، ان انت شاركتني وانا بعمل القهوة، والله سليتني في وحدتي. انت 24 ساعة في المطبخ؟ يا فقري وحشنا يا فقري، اقسم بالله. طيب يا عم خلي بالك بقى من نفسك يا احمد، واجلس في دارك. اجلس في دارك يا صاحبي، دارك، اجلس في دارك. لا هبرق، اجلس في دارك، انت اخويا وصاحبي وكفاءه، ولازم اقول لك كده. ولو عوزت اي حاجه النت موجود اهو، هتتحجج نازل رايح اشوف واحد صاحبي. لا يا اخويا كلمه على الفيديو كول يا اخويا. بالظبط صح، كلامك صح. بس وفرصه كل الناس اللي عندك كلهم قاعدين في البيت. لا قاعدين قاعدين اهو، ما احنا فين نمشي واحنا جالسين؟ قاعدين هنروح فين؟ ربنا يسهلك يا كبير. ماشي يا حبي، اشوفك على خير وهكلمك تاني. بس في حاجه انا عاملها لك مفاجاه، بس اوعى تزعل لو شفتها. بس خلاص ربنا يستر، بس خلاص كده حبيبي يا صاحبي. يلا احلى مسا عليك، مع السلامه. يلا سلام. ولا ان احمد صاحبي ما يعرفش ان انا بصوره. تاني حاجه، انا كنت عايز اوصل لكم حاجه صغيره. حد وحشك، نفسك تكلم حد، عايز تشوف حد، الموبايل عندك اهو، كلمه. خليك قاعد في الدار، ربنا هيعديها على خير ان شاء الله، ان شاء الله هتعدي على خير. طول ما انت بتقول يا رب، انسى ان هو يسيبك. اشوفكم على خير.